بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ومعتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، والنهاردة كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة. احنا طبعا اليوم ما زلنا بنشهد الاجواء الخريفيه المستقره على اغلب انحاء الجمهوريه مع انخفاض طفيف جدا في درجات الحراره هنحس بيه فترات النهار، خاصه مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هتحجب جزء من اشعه الشمس خلال فترات النهار، فهتساعدنا على الاحساس بالاجواء الخريفيه اللطيفه تماما خلال فتره النهار على اغلب المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، حتى كمان محافظات شمال الصعيد. أجواء حر على محافظة جنوب الصعيد وجنوب سيناء طبعا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، وهنلاحظ الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة أول ساعات الليل، أجواء بنحس بيها أجواء مائلة للبرودة، لكن مع الساعات المتأخرة من الليل بنبدأ نحس بالانخفاض الأكثر في درجات الحرارة وأجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية. طبعا كمان خلال فترات الصباح بنحس بالانخفاض في درجات الحرارة والأجواء بتكون معاها أجواء مائلة للبرودة، خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح بيحسسنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة. اليوم ايضا مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه هيكون طبعا في سقوط امطار، ويمكن بدا بالفعل خلال ساعات الصباح الاولى على بعض المناطق من بورسعيد ودمياط. متوقع يكون اليوم في امطار خفيفه على السواحل الشماليه للبلاد، مرورا طبعا بمطروح، الاسكندريه، شمال الوجه البحري زي البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط. ايضا الامطار هتتقدم للمناطق الداخليه جنوب الوجه البحري زي المنوفيه الغربيه الشرقيه، بعض المناطق كمان من مدن القناة، الإسماعيلية والسويس، وقد تصل كمان الأمطار لبعض المناطق من القاهرة الكبرى. لكن فرص الأمطار اليوم كلها أمطار خفيفة جدا غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، نسبة الحدوث كمان لا تتجاوز 30%، يعني هنلاحظها في أماكن والأماكن الأخرى لا مفيش منها قلق، هتساعدنا على فقط على الإحساس بالأجواء الخريفية أو أجواء أشبه بالأجواء الشتوية. بالاضافه كمان طبعا ان هيكون خلال فترات الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل هيستمر معانا تكون لشبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه السريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه. درجات الحراره دي هتستمر معانا غدا ان شاء الله الاربعاء العظمى على القاهره الكبرى، متوقع تستمر 22 درجه مئويه، لكن مع يوم الخميس هنبدا نلاحظ ارتفاع طفيف في درجات الحراره بحوالي من درجتين لثلاث درجات، زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، فهنحس مره اخرى بالدفء خلال فترات النهار والارتفاع الطفيف في درجات الحراره ده اعتبارا من يوم الخميس ان شاء الله، وهتستمر معانا كمان الاجواء المستقره لمطلع الاسبوع القادم. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا بسرعه تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده على مختلف المحافظات. نبدأ بالقاهرة العظمى فيها 22 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 22-14، اسكندرية 22-14، العالمين الجديدة 22-14، مطروح 21-14، دمياط 23-15، بورسعيد 22-15، الإسماعيلية 23-12، السويس العظمى فيها 23 والصغرى 15، العريش 21-14، كاترين 16-5، طابة 23-14، حلايب 24-20، شلاتين 28-20، شرم الشيخ 25-18، الغردقة 24-17، الفيوم العظمى فيها 23 والصغرى 14، بني سويف 23-13، الوادي الجديد 24-14، أسيوط 22-11، سوهاج 23-12، قنا 24-14، الأقصر 25-14،
أسوان العظمى 25 والصغرى 14. وبكده عرفنا درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وكمان عرفنا حالة الطقس النهاردة. ناخد بالنا من الشبورة وإن شاء الله نرجع بسلامة إن شاء الله على بيوتنا. نرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى نكمل معهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا رامي. شكرا.